إذا بدك تعرف الخالق خذ المثال التالي وإحنا سبق ضربنا. أسد بهجم هاجم على عم بلاحق غزال، أسد عم بلاحق غزال، بتشوفوها اليوم الصور هاي في الإنترنت وفي غيرها، بتلاقوا فيه عنف شديد، عنف شديد، الأسد وضخامته وبخالبه وأنيابه وعنفه، ويمسك الأسد. أنت تذكر هون، بدي اياكم تتذكروا مين اللي خلق هذا الكلام. جبار. اللي خلق هذا الكلام الجبار. اللي خلق هذا الكلام الجبار. طيب، لكن الأسد أول ما بيمسك، بيمسك من وين؟ من هون، من هون. مين علمه؟ الرحيم. هاي اجتمع الجبروت والرحمة في أن واحد. مين اللي علمه؟ الرحيم. من أول ما يمسك هون ليش؟ بقتل بسرعة قبل ما يوكل، بقتل. طيب، مش بس هيك، والأسد والغزال وهو بيقفز بسرعة بيفرز مواد مخدرة. انتوا على فكرة لما تخافوا تفرزوا مواد مخدرة، مواد مخدرة. فلذلك لما بتشوف انت انغراس الأنياب والمخالب، اعرف انه لما خاف الغزال افرزت مواد مخدرة. مشان ايش؟ تخفف وطأة ايش؟ الوطأة. تتذكر رحيم، شوفوا عنف الأسد بذكرك في جبار، وهي المواد اللي تفرز المخدرة بتذكرك في ايش؟ رحيم. وهو يمسكها من هون يقتلها بسرعة، تتذكر رحيم. ولما بتموت وبيحملها هيك، واذا في عنده جراو صغار، من اول ما يشوفوه بيفرحوا هيك وبصيروا يهزوا ذنابهم لما يشوفوا ابوهم الاسد جايب لهم ياكلوا. يا حرام، قبل شوي كنا شفقانين على الغزال، هكذا صرنا الحمد لله اللي لقيوا ياكلوا الجماعة. رحيم، رحيم. وبتشوف بتشوف الجرو الصغير تبعه كيف بنط على ظهره. هل جبار هذا اللي اللي بخافوا منه كل العالم، بنط على ظهره ابنه ايش هذا؟ جبار الرحيم. لما بتشوفوا زلزال بيهدم مدينة بكاملها بروح 50,000 رجال نساء اطفال كذا الاخري، وبتجد الناس فزعت ورحمة الناس في الانقاذ، اجتمع جبار الرحيم. تفاصيل طويلة. فما يغتروش الناس، بدك تعرف الخالق وصفاته انظر في مخلوقاته. فيش مزح، بتشوفه دائما جبروت ورحمة في ان واحد بيجتمعوا. اي فكرة بتقول غير هيك مناقضة للخلق. اللي بده يقول بس رحمة هي، طب ما هي في جبروت، ما هي في جبروت، ما هي مظاهر خلق الخالق، هي مظاهر خلق الخالق. وخشي الرحمن بالغيب، الان بالغيب، بالغيب. الكافر حسي، حسي، وهذا من اللي بيجعله ما يحتاط ولا يخشى، ولا يخشى. حسي بس بتعامل مع اللي امامه، وحتى هو بيفاجئك بقول لك ما شفناش، ما لمسناش. ايوه، لا شفت ولا لمست. وعقل، وعقل يستنبط، وعقل يعتبر، وعقل لازم تكون بتحس. شو يتميز المؤمن؟ خشي الرحمن بالغيب، لانه ما لك اصلا اي فضل انك تخشى اللي امامك. اذا كانه بشيك، اذا كانه قدامك مباشره وتخشى، ليش انا بخشاش؟ ليش انا بخشاش لما يكون امامك؟ بالغيب. طب كيف عرفته بالغيب؟ ايوه، عندي القدره على اني اخرج من عالم الحس هذا المسيطر علي وعلى ضميري، واستنبط شو اللي بي. لذلك كما قلنا احنا في الدرس الماضي انه لازم يقل مش بس ذكاء عاطفي وذكاء وذكاء ايماني فيه، يتميز فيه المؤمنين على كل البشر، انهم اقدر الناس على الاعتبار بالخلف والتوقع في المستقبل والاحتياطات للاشياء كلها، وهو بالغيب يستطيع ان يقدر. وبتلاقيه مع انه شيء مش حاضر احتاط له، لانه عارفه. ايش يعني عارفه؟ افقه اوسع، ادراكه هو اعتبر بالماضي بتحسب لمستقبل. اذا هو يخشى الله، الرحمن، هو رحمن صحيح بس برضه جبار، ديروا بالكم. اذا وخشي الرحمن بالغيب، لانه الكفار ما بيعرفوا غيب ولا بتعاملوا على هذا الاساس، ولذلك يحملوا دائما الى قبورهم، لا هم معتبرين لا بماضي ولا حاسبين لمستقبل ولا